انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت امن اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. تعاون مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا كمسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي الاعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس امرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الاشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. بيعتقد معظم النصارى ان موت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عار وخزي للمسلمين، لدرجة ان في واحدة مسيحية كتبت تعليق وانهت التعليق وبتقول مبروك خلاصك بمحمد الذي مات وشبع موت. ودي غلطة كبيرة بيقع فيها معظم النصارى، انهم بيقارنوا المسيح بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودي مقارنة غير عادلة لانهم بيؤمنوا ان المسيح هو الله. اما عندنا كمسلمين فان سيدنا محمد هو نبي ورسول من عند الله، فمش عيب ابدا ان نبي ورسول يموت لانه بشر، وربنا قال انك ميت وانهم ميتون، اي ستموت وسيموتون، فلا شماتة بالموت زي انبياء الكتاب المقدس اللي ماتوا او زي تلاميذ المسيح اللي ماتوا. بس العيب وكل العيب والعار وكل العار ان في اله يموت ويشبع موت كمان. لا ده مات وشبع موت، لانه قعد ميت كم يوم؟ 3، ده شبع موت. والتصريح الخطير للأنبا رفائيل ده بيخلينا نطرح تساؤل هام، وهو من الذي مات على الصليب؟ اللاهوت أم الناسوت؟ مفيش اتفاق بين النصارى على مين اللي مات على الصليب، هل هو الناسوت أو اللاهوت، سواء من السابقين أو الحاليين. والغريب ان الاختلاف ده موجود بين أبناء الكنيسة الواحدة، علشان كده احتاروا في تحديد مين اللي مات على الصليب. فمنهم اللي بيقول وبإصرار ان اللي مات هو الناسوت، وده اعتراف منهم وتأكيد على سرمدية وبقاء الله. ومنهم اللي بيعلن موت اللاهوت لانه هو لوحده اللي قادر على تكفير خطية آدم. ومنهم اللي قال تصريح بيعجز اللسان والمنطق عن وصفه او التعبير عنه حتى. الله لم يمت، نعم، ولكن الذي مات هو الله. اتحد مع اللاهوت في شخص المسيح، اتحد في شخص المسيح، فالذي مات هو الله. نعم، والله لا يموت. لا يموت. خلاص يا باشا ما تكملش، انا اقتنعت. وهنا اما ان يكون القس يوسف رياض جاهل وده مستبعد، واما انه يكون بيخاطب مجموعة من البشر تقبل المعلومة بدون تفكير ومن غير نقاش وكمان يقولوا امين وراه. والفئة دي هم جهال العالم وأدنياء العالم واللي بيزدريهم العالم زي ما جه في الإنجيل. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الأول. بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرى وغير الموجود ليبطل الموجود. وإليكم بعض أقوال الآباء ورجال الدين المسيحي اللي بتوضح اختلافهم، ونبدأ بالمجموعة اللي قالت إن المسيح مات على الصليب بناسوته. الذي مات هو الإنسان وليس هو الله. الله حاشا أن يموت، الله حي إلى أبد الآبدين، له عدم الموت. لكن الذي مات وصلب هو الإنسان يسوع. الناسوت، هذا الناسوت محدود، يضعف، يأكل، ينام، وأيضا يموت.
فإذا أنا لما أفهم المسيح على الصليب مين اللي أخذ العذاب بحسب المفهوم البشري؟ المسيح الإنسان. مين اللي أهين بحسب المفهوم البشري؟ المسيح الإنسان. وحينما نقول أن المسيح مات فهو مات بطبيعة البشرية. هو المسيح مات بجسده، لأن ما ينفعش أقول يا من ذاق الموت باللاهوت، ما تمشيش. الله ليس من صفاته الموت، فاهمين إزاي؟ مش حاجة في صفاته، فما تنفعش. إذن المسيح مات بناسوته، بجسده، بحكم إنسانيته، بطبيعتنا البشرية اللي فيه، أما لاهوته ما بيموتش. فهمتوا الفكرة؟ والناس دول بيتكلموا بالفطرة اللي بترفض موت الإله، علشان كده قالوا ان المسيح الانسان هو اللي مات على الصليب. بس الرأي ده بيرفضه الفريق الاخر اللي بيرى انه ما ينفعش نقول ان جسد المسيح بس هو اللي مات على الصليب. طبعا فينا سود لو كان سود بس، يعني تبعنا مش هيموت كان سود بس. طبعا فينا سود لو كان سود بس، يعني مش هيموت كان سود بس. طبعا فينا سود لو كان سود بس، يعني تبعنا عليه لازم نقول ايه؟ اللاهوت لا يموت، طبعا لا يموت. اللاهوت المتجسد والمتحد بناسوت يمكن ان يموت. اللي مات هنا يعني، تعال اديك مثل بسيط. ها؟ برضو لما سيدنا الباب قال اللاهوت لا يؤكل، طبعا الله المتجسد يؤكل. ما دام تجسد ممكن ايه؟ ساعتها اللي بيؤكل لنفسه يؤكل. ما دام تجسد ممكن ايه؟ ساعتها المتجسد يؤكل. ما دام تجسد ممكن ايه؟ ساعتها اللي بيؤكل لنفسه بس، ولا نزول بتاع بالله بس كده. ما نقولش دي ان الحاجه دي عملها سيد المسيح بالطبيعه الانسانيه، الحاجه دي عملها سيد المسيح بالطبيعه الالهيه. لا، الكلام ده ما بينعجبوش. ما فيش طبيعه انسانيه منفصله وما فيش طبيعه الهيه منفصله، طبيعه واحده من طبيعتين. طب ايه الضرر؟ الضرر لو جينا ونسحى اي عمل قال ليه المسيح، ما نقدرش نقول اي طبيعه قال دي، لان لو قلنا كده هيلغي مسؤوله. زي ايه مثلا؟ الصليب اللي تممه السيد المسيح على الصليب، لانه طبيعه. لو اي حد بسرعه كده يقول لك بالطبيعه انسانيه صلب. طب لو انسان صلب مش هيكفر الا عن انسان اخر. طب ما الطبيعه الالهيه ما بتتصلبش، لكن هم متحدين في الاثنين. باتحادهم اصبح الانسان ينوب عن كل الناس، لانه متحد بالطبيعه الالهيه بادت له صفه اللامحدود. فما اقدرش اقول بانه طبيعه. اي عمل احاديث ومعجزات ما اقدرش اقول بانه طبيعه. اقول بانه طبيعه بالطبيعه اللي تجسد بيها، هي طبيعه واحده من طبيعتي. مقابلته مع السامريه، لك ما هو تعب ومشي ولا ربنا بيتعبش، بس هما الاثنين متحدين. بس هما الاثنين متحدين ومشي ولا ربنا بيتعبش، بس هما الاثنين متحدين. لو بطبيعه انسانيه بس مش هيقدر يدي حياه ابديه، لا الحياه اللي وعد بيه السامريه. اقدر اقول الله مات؟ اقدر ولا ما اقدرش؟ الله مات. لا، انا عارف الشرح بتاع نبيل بيقول لي كنسوت مات. انا عايز اقول لك التعبير الله مات، اقدر اقولها؟ طب ايه رايكم ان انتوا يوميا بتقولوها في القداس؟ امين امين
امين بموتك يا رب نبشر. امين 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 بموتك يا رب بموتك يا رب بموتك يا رب نبشر. حتى في دي قانونية التعبير اقدر اقول اقدر اقول اهي في الترجية. ممكن بقى بعد كده اشرحها اقول يا من ذاق الموت بالايه؟ يبقى دي شرحت. تقول لي الله مات، طب هتعرف ازاي؟ قال لي اصل هو تجسد والجسد بتاعه ادالي امكانية انه يموت. اي سيدي. القدوس الحي اللي زي يموت الذي لا يموت الذي صلب عنا محمد. مات ولا ما ماتش؟ أنا مش صدقك. شوفوا الذي لا يموت مات. ده دي عجوبة الليتورجية إنه عايز يقول لك الذي لا يموت مات. طب مات إزاي؟ تشرحها له تقول له ذاق الموت بالجسد. لكن التعبير نفسه ممكن أقول الله مات. إحنا مش بنقول كنيسة الله التي اقتناها بإيه؟ دم الله. أقدر أقول دم الله؟ تقول لي إحنا كل يوم بنقول على المذبح جسد الله دم الله. يعني الله ليه جسد؟ ده إحنا بنقول له بموتك يا رب نبشر. وبعدين نقول ما ماتش، لا ده مات، مات وشبع موت، لانه قعد ميت كم يوم؟ ثلاثة، ده شبع موت. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة، خلقنا من التراب وإلى التراب نعود. والقول بأن الناسوت هو فقط اللي مات هو قول يعترض عليه بعض آباء الكنيسة ومنهم الأنبا شنودة. ففي كتابه لاهوت المسيح صفحة 84 يقول: وما دامت الخطية موجهة إلى الله أصلا والله غير محدود تكون إذن غير محدودة، وإذا كفر عنها لابد من كفارة غير محدودة تكفي لمغفرة جميع الخطايا لجميع الناس في جميع الأجيال وإلى آخر الدهور. ولكن لا يوجد غير محدود إلا الله وحده، لذلك كان لابد أن الله نفسه يتجسد ويصير ابنا للإنسان ويقوم بعمل الكفارة لخطايا العالم كله. وهذه المهمة قام بها السيد المسيح ليخلص العالم كله، ولو لم يكن هو الله ما كانت تصلح كفارته إطلاقا، لأنها استمدت عدم محدوديتها لكونه إلها غير محدود. قال عنه الرسول إنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. هنا البابا شنودة عايز يقول ان الخطية غير محدودة، ولازم اللي يشيل الخطية دي يكون غير محدود، ومفيش غير محدود الا الله وحده. وعلشان كده الله غير المحدود اتجسد لكي يكفر عن الخطية الغير محدودة. وفي كتاب طبيعة المسيح للبابا شنودة صفحة 19 و20 تحت عنوان أهمية الوحدة للكفارة والفداء، واللي بيأكد فيها البابا شنودة موت الإله، فبيقول إن الإيمان بطبيعة واحدة للكلمة المتجسد هو أمر لازم وجوهري وأساسي للفداء. فالفداء يتطلب كفارة غير محدودة تكفي لمغفرة خطايا غير محدودة لجميع الناس في جميع العصور، ولم يكن هناك حل سوى تجسد الله الكلمة ليجعل بلاهوته الكفارة غير محدودة. فلو إننا تكلمنا عن طبيعتين منفصلتين وقامت الطبيعة البشرية بعملية الفداء وحدها، لما كان ممكنا على الإطلاق أن تقدم كفارة غير محدودة لخلاص البشر. ومن هنا كانت خطورة المناداة بطبيعتين منفصلتين وتقوم كل منهما بما يخصها. يعني ما حدش مسيحي ينادي بطبعتين ويقول اللي كان بياكل الناسوت واللي كان بيشرب الناسوت واللي كان بيدخل الحمام الناسوت واللي بيعمل المعجزات اللاهوت. فالكلام ده مرفوض تماما طبقا للإيمان الأرثوذكسي. ففي هذه الحالة موت الطبيعة البشرية وحدها لا يكفي للفداء. وده مش كلامي أو كلام المسلمين، ده كلام واحد كان بابا المسيحيين في وقت من الأوقات وأكبر راس في الكنيسة المصرية. فيا صديق النصراني، لما حد يسألك مين اللي مات على الصليب اوعى تقول الناسوت أو المسيح الإنسان، فهتبقى مشكلة لأنك كده بتخالف إيمانك وعقيدتك.
ونكمل كلام البابا شنودة اللي بيأكد كلامه وبيقول: ولذلك نرى القديس بولس الرسول يقول: لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. وبكده نستنتج ان اللي صلب هو رب المجد، ولم يقل لما صلبوا الانسان يسوع المسيح. ومعنى كده ان ما حدش يجي يقول ان المسيح مات بالجسد او مات بناسوته. ان تعبير رب المجد هنا يدل دلالة اكيدة على وحدة الطبيعة ولزومها للفداء والكفارة والخلاص، لان الذي صلب هو رب المجد. طبعا صلب بالجسد، ولكن الجسد كان متحدا باللاهوت في طبيعة واحدة. وهنا الأمر الأساسي اللازم للخلاص. ويقول القديس بطرس الرسول لليهود: أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه. الكلام ده جه في سفر أعمال الرسل الإصحاح الثالث عدد 14-15. وهنا أشار إلى أن المصلوب كان رئيس الحياة. والسؤال هنا اللي بيطرح نفسه: رئيس الحياة ويموت؟ وهذا تعبير إلهي. يا إلهي، يعني اللي اتصلب هو رئيس الحياة وده تعبير إلهي على حد قول البابا شنودة؟ فلم يفصل الطبيعتين مطلقا موضوع الصلب لأهمية وحدتهما من أجل عمل الفداء. وده تأكيد مرة تانية لأصدقائنا النصارى: اوعى حد يقول إن المسيح اتصلب وتألم بالناسوت، لأنك كده بتفصل بين الطبيعتين، وبالتالي أنت كده بتخرج عن إيمانك الأرثوذكسي. فأنتوا بتعبدوا الإله المتجسد اللي اتصلب بالطبيعتين البشرية والطبيعة الإلهية المتحدتين. ونكمل كلام البابا شنودة. ويقول القديس بولس الرسول أيضا في رسالته إلى العبرانيين: لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. وهنا في مجال الآلام لم ينسى مطلقا لاهوته، يعني اللي تألم اللاهوت برضه. فهو حد يقول ان اللي تألم الناسوت بس؟ إذ إنه من أجل الكل وبه الكل، هذا الذي قال عنه في موضع آخر: الكل به وله قد خلق. يعني اللي اتصلب رب المجد ورئيس الحياة اللي اتألم ومات بشهادة البابا شنودة، لأن الطبيعة البشرية وحدها ما تكفيش للفداء. ويكمل البابا شنودة ويقول: والسيد المسيح نفسه حينما ظهر ليوحنا الرائي قال له: أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا. وطبعا النصارى بيستشهدوا بالنص ده على ألوهية المسيح، فبيقولوا لما قال أنا الأول والآخر إذن هو الله، فالأول والآخر ده هو اللي مات. ويعلق البابا شنودة على النص ده ويقول: وهكذا لم يفصل لاهوته عن ناسوته هنا وهو يتحدث عن موته. والعبارة دي بتلخص كل الكلام اللي فات. إذن فالذي مات هو رب المجد، لا مش بس كده، هو رئيس الحياة، ومش بس كده، ورئيس الخلاص هو أيضا الأول والآخر. فإذا كان هذا الإنسان وحده هو الملقي للآلام، فأي خلاص إذن نكون قد أخذناه. وهنا البابا شنودة بيقصد أن لو الإنسان وحده هو اللي تألم أثناء عملية الصلب، فما فيش خلاص وما فيش كفارة وما فيش فداء. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ضمن الاعتراضات اللي بيقولها بعض النصارى ان الله ما يتألمش لان الله روح، وان الروح مش بتتألم. وبيستدلوا بالنص اللي في الكتاب المقدس اللي بيقول: رسالة بطرس الرسول الاولى الاصحاح الرابع: فاذ قد تألم المسيح لاجلنا بالجسد تسلحوا انتم ايضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطيئة. فالبابا شنودة كان ليه رأي مختلف عن النص ده، وبيقول في كتابه طبيعة المسيح تحت عنوان الطبيعة الواحدة والآلام: حقا إن اللاهوت غير قابل للآلام، ولكن الناسوت حينما وقع عليه الألم كان متحدا باللاهوت، فنسب الألم إلى هذه الطبيعة الغير محدودة. وده معناه ان اللاهوت ما بيتألمش، لكن لما وقع عليه الألم نسب الى الطبيعة الواحدة وهي طبيعة الإله المتجسد. ويكمل البابا شنودة فكرته ويقول:
وفي صلب المسيح يقدم لنا الكتاب آية جميلة جدا في حديث القديس بولس الرسول مع أساقفة أفسس، حيث قال: لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. ونسب الدم هنا إلى الله، حاشا لله من إفك النصارى. مش عارفة إيه بس الجمال اللي في الدم أيا كان نوعه، وخاصة لما يكون دم إله النصارى، بينما الله روح والدم ناسوته. ولكن هذا التعبير يدل دلالة عجيبة جدا على الطبيعة الواحدة للكلمة المتجسد، حتى ان ما يتعلق بالناسوت يمكن ان ينسب في نفس الوقت للاهوت بلا تفريق، اذ لا يوجد انفصال بين الطبيعتين. مات يبقى نقول الاله مات، اكل وشرب يبقى نقول الاله اكل وشرب، نام وجع نقول برضو الاله نام وجع. هنا بقى بيضرب البابا شنودة مثال كويس خالص بيدل على ان اله النصارى مات بالناسوت واللاهوت معا. واضربها لكم مثل ببساطة، ببساطة جدا أو. ونحن في التعبيرات العادية نقول فلان مات، ولا نقول ان جسده فقط قد مات. ان كانت روحه على صورة الله وهبها الله نعمة الخلود والروح لا تموت. يعني مثلا لو البابا شنودة مات، ما ينفعش نقول جسد البابا شنودة هو اللي مات، ولكن الصح اننا نقول البابا شنودة كله مات. وبرضو الاله لو كان اخذ جسد فهو اخذ الجسد ده علشان يتمكن من الموت، فلو كان جسد الاله مات فالاله مات، حاشا لله. ويكمل البابا شنودة كلامه ويقول: وإن كان الهدف الأول من التجسد هو الفداء، والفداء لا يمكن أن يتم عن طريق الطبيعة البشرية وحدها، إذن الإيمان بطبيعة واحدة للكلمة المتجسد أمر جوهري لا يستطيع أحد أن ينكره، ولا يمكن أن يتم الفداء إن قلنا أن الناسوت وحده هو الذي له الآلام والصليب والدم والموت. أظن ما فيش توضيح أكتر من كده، يعني ما فيش نقول أن الناسوت وحده اللي ينسب إليه الآلام والصليب والدم والموت. إذن فالذي بذل الآب هو الإبن، والإبن الوحيد أي الأقنوم الثاني الكلمة، ولم يقل بذل ناسوته أو أي شيء من هذا القبيل، مع أنه مات على الصليب بالجسد. ولكن هذا دليل كبير على وحدة طبيعة الله الكلمة، وأيضا أهمية هذه الوحدة من أجل عمل الفداء. وده كان رأي البابا شنودة بالأدلة إن اللي مات على الصليب هو الإله المتجسد وليس الناسوت فقط. وفي رأي تاني إن اللي مات وتألم على الصليب هو الإله الخالق من خلال واضع قانون الإيمان أثناسيوس الرسول من خلال كتاب تجسد الكلمة في الفصل السابع، يقول: فنحن قد جلبنا الفساد على أنفسنا ونحتاج لعادتنا إلى نعمة صورة الله، ولا يستطيع أحد أن يجدد الخلق إلا الخالق، فهو وحده الذي يستطيع أن يخلق الجميع من جديد، أن يتألم من أجل الجميع، أن يقدم الجميع إلى الآب. فسبحان الله، هنا بيقول الخالق وحده يتألم من أجل الجميع، فالخالق تألم، خالق مات حسب اعتقاد آباء الكنيسة. وتعالوا نشوف دليل تاني من مراجع علماء المسيحية اللي بيتفق مع كلام البابا شنودة وكلام أثناسيوس الرسولي، وهو كتاب حتمية التجسد الإلهي، أسئلة حول حتمية التثليث والتوحيد، وهو سلسلة اقرأ وافهم دراسات إيمانية الكتاب الثاني. والكتاب ده من تقديم الأنبا توادروس بابا الكنيسة في مصر حاليا. فتعالوا نشوف قال إيه الأنبا توادروس عن الكتاب ده. ويعبر هذا الكتاب عن إيماننا بالثالوث المقدس، وهو مجهود طيب حاول كاتبه أن يكون كتابا شاملا حول هذا الموضوع الحيوي، وأحسب أن قد بلغ مراده لحد بعيد جدا، وهو بهذه الصورة يكون قد وضع بين أيدينا مرجعا موثوقا بالنصوص الكتابية وبالأقوال الأبائية من أباء الكنيسة وشارح الأسفار سواء الأولون أو المعاصرون. إننا نحتاج بشدة لهذا العمل في خدمة شعبنا بكل قطاعاته ولإجابة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا. وتعالوا نشوف بيقول إيه الكتاب ده عن موت الله، ونبدأ بصفحة 275. نتيجة الاتحاد نستطيع أن ننسب آلام المسيح وموته للاهوت، يعني الله هو اللي مات. فيقول القديس أثناسيوس الغير الجسماني: الله الكلمة كان يحسب ما يختص بالجسد إنه له، ولذلك لما لطم الجندي جسد قال: لماذا تلطمني كأنه هو المتألم؟ قال: أسلم ظهره للصياد وخديه للطم. أما في صفحة 276 يقول: والآن نضع السؤال صريحا وواضحا، هل نستطيع أن نقول
أن الله مات على الصليب؟ ونترك الإجابة للقديس مار إسحاق السرياني ليعلمنا قائلا: سمعت الناس يتساءلون أمات الله أم لم يمت؟ يا للجهل، إيه الجهل اللي أنتوا فيه ده؟ أنتوا لسه بتسألوا الله مات ولا ما ماتش؟ إن موته يعني موت الله بالنسبة لهم، خلص الخليقة وهم يتساءلون إذا كان قد مات أم لم يمت؟ كده ومستعجب وبيسأل إذا كان هو مات ولا ما ماتش. وبعد كده المرجع بيجيب الدليل على ان الله حشاه مات وبيقول: فلولا انه اله كيف اظلمت الشمس وتشققت الصخور. هنا بيقول للمعترضين على موت الاله: ازاي بتقول انه الله ما ماتش والشمس اظلمت والصخور اتشققت؟ ولو انه انسان فمن الذي احتمل السياط وبين غرزة المسامير؟ حقا لم يكن الجسد وحده معلقا على خشبة الصليب بدون الله، يعني اللي تعلق على الصليب هو الله، ولم يكن يتألم في الجلجسة بدون الجسد. فافتخار البيع العظيم هو ربنا له لاهوت ونسوت معا، فافتخار الكنيسة هو ان الله مات على الصليب، فافتخار الكنيسة هو ان الله مات على الصليب، فافتخار الكنيسة هو ان الله مات على الصليب. فإذا شاء أن يموت تجسد وذاق الموت بمشيئته، بل لولا أن رآه الموت متجسدا لخاف أن يقترب منه. فمحروم من يفصل اللاهوت عن الجسد، يعني اللي هيفصل اللاهوت عن الجسد ويقول إن اللي مات على الصليب هو الناسوت أو الطبيعة البشرية هيكون محروم طبقا للإيمان الأرثوذكسي، إن طبيعة الوحيد هي واحدة، كما أن أقنومه أيضا واحد مركب بدون تغيير. فلا يتشككن فكرك حين تسمع أن الله قد مات. وهنا بيديك نصيحة ويقولك اوعى تشك أو تصدم لما تسمع أن الله مات. أنا عن نفسي مش هتشكك، بس أنا ما يشرفنيش أصلا أني أعبد إله مات. فلولا أنه مات لكان العالم مائتا بعد، له موت الصليب وله القيامة. ويبدأ هنا يدلل على كلامه بالمثال اللي ذكره البابا شنودة في المرجع السابق: لما يموت شخص فلا يقال ان جسده مات ومع ان نصفه لم يذق الموت، ويقول عارفوه ان فلانا قد مات، ان اليهود صلبوا الها واحدا متجسدا فوق الجلجسة. اجل ان الها واحدا متجسدا ضرب على رأسه بالقصبة، والها واحدا متجسدا تألم مع الخلائق. وأنا هنا بسألك يا صديقي المسيحي كإنسان له عقل، هل الله يموت؟ وليه يموت أصلا؟ لما حد بيموت من البشر بنعزي أهله ونقول لهم البقاء لله، لأن الموت من طبيعة البشر والفناء من طبيعة البشر، أما البقاء السرمدي هو لله سبحانه وتعالى. فلما عقدتك تقول لك إن إلهك مات، نقول لك بقى البقاء لمين؟ وخلاصة الكلام إن الله مات على الصليب، الله تألم، اليهود ضربوا الإله وصلبوا الإله، فمحدش يشك لما يسمع إن الله مات. فإن كان الذي مات على الصليب هو الله فهذا باطل، وإن كان الذي مات على الصليب هو الإنسان فهذا باطل أيضا، وما بني على باطل فهو باطل. أعباد المسيح لنا سؤال، نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا؟